طابت أوقاتكم البداية مع العناوين. الرئيس عون يشدد على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية. ماذا سمع باسيل من الروس وماذا نقل إليهم خلال زيارته الأخيرة؟ وعقب دعوى ضده في فرنسا سليم يوضح الملابسات. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb ومن خلال فيسبوك وتويتر. ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اجتماعا في قصر بعبدة في حضور قائد الجيش العماد جوزيف عون لأعضاء الفريق اللبناني إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتم خلال الاجتماع عرض التطورات التي حصلت منذ توقف الاجتماعات في كانون الأول الماضي والمستجدات حول الاتصالات التي أجريت لاستئنافها. وقد زود الرئيس عون أعضاء الوفد المفاوض بتوجيهاته مشددا على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية، وكذلك على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ولفت الرئيس عون إلى أن تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية واستضافة الأمم المتحدة يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية من شأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار والأمان في المنطقة الجنوبية. على خط آخر، تطرق النائب السابق أمل أبو زيد إلى الملف الحكومي الذي كان حاضرا بارزا في زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لموسكو. بكل تأكيد أنه كانت الزيارة، فيني أقول زيارة إيجابية جدا، وتعتبر من الزيارات، من أهم الزيارات اللي قام فيها الوزير باسيل إلى العاصمة الروسية موسكو، ولقاءاته اللي عملها مع المسؤولين الروس. هذا بحد ذاته اللقاء اللي صار والزيارة اللي تمت بهذا التوقيت هي عمليا رد مباشر على جميع الناس اللي كانوا حيحاولوا يخربطوا إمكانية أنه يصير في زيارة أولا ولقاء حتى لتوضيح الأجواء الأساسية يلي عم تعرقل تأليف الحكومة، لأنه إذا بدك نكب إشاعات كثير بالإعلام اللبناني للأسف، حتى إن كان الإعلام المرئي أو حتى الإعلام المكتوب، عن أنه روسيا في عندها موقف مبدئي ضد التيار الوطني الحر، ضد جبران باسيل، أو حتى ضد موقف رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتأليف الحكومي. أنا بأكد لك أنه هذه الزيارة بحد ذاتها يعني أضاءت على جميع الأسباب الفعلية اللي هي ما عم تخلي الحكومة تقدر تتشكل، والأسباب الجوهرية والصحيحة، لأنه كان في مغالطات كبيرة وضعت القيادة الروسية فيها بالفترات الماضية. اليوم فينا نقول لا، أنه صار كل شيء واضح، وفيني أقول أنه كان هناك تطابق بوجهات النظر بين الوزير باسيل والمسؤولين الروس كافة اللي اجتمع فيهم. كان هناك محاولات من قبل، إذا بدنا نسمي الأسماء بأسماء، دولة الرئيس المكلف الحريري والمقربين منه، أنه عم يوضعوا الوزارة الخارجية الروسية بمفاهيم ومغالطات تتعلق بأسباب اللي بتكمن وراء التأخير بتأليف الحكومة، ووضع الملامة كلياتها على فريق رئيس الجمهورية أولا، وعلى التيار الوطني الحر المتمثل بالوزير جبران باسيل. يعني هذا الشيء انا لمسته بخلال زياراتي السابقه، بحكم يعني زياراتي كانت عم تكون بحكم كوني مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الروسيه، ولكن طبعا انا مع الوزير باسيل كنت كعضو مجلس سياسي للتيار الوطني الحر. انا اضاءت على هذه المواضيع، ولكن طبعا بوجود رئيس التيار الوطني الحر الامور بتاخذ، اذا بدنا نقول، المدى الاوسع، لانه هو المسؤول المباشر عن هذا الشيء.
باللقاء اللي صار مع الوزير ميخائيل بوغدانوف اللي هو نائب الممثل الشخصي للرئيس الروسي بلبنان ونائب وزير الخارجيه، كان اللقاء معظمه عم بيتركز على الموضوع الحكومي. الوزير جبران باسيل كان عم برد على الاسئله اذا بدك لتوضيح المغالطات او المعلومات الخطا اللي كان عنده اياها السيد بوغدانوف، لانه كلياتنا بنعرف انه هو التقى بالرئيس الحريري، التقى قبل بالنائب محمد رعد معه كمان مع وفد من حزب الله 100%، وقبله كان في اتصالات تليفونيه مع الوزير اسلام الفرنجيه، مع الوزير وليد جملاط، حتى مع مسؤولين اخرين، يعني بصير في اتصالات من عده اطراف بالجانب الروسي. بما انه السيد بوغدانوف هو المسؤول عن هذا الملف تحديدا، كان اللقاء معه ونفات بكل التفاصيل التي تتعلق بالموضوع الحكومي الفعلية. يعني روسيا اليوم حتى ما حدا يروح للمفهوم لا تتدخل بتأليف الحكومة. الهدف من هذه اللقاءات هو أولا المحاولة لمساعدة لبنان أنه يصير في عنده حكومة. الشيء في أكد لك هو الشيء التالي، أنه ما حدا عنده اعتراض على أنه الرئيس الحريري يكون رئيس الحكومة، شو اسمه، هو بده يشكل الحكومة. يمكن في مفاهيم تختلف أو معايير براسه هو تختلف عن المعايير الطبيعية اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار للتأليف. أوضح هذا الشيء الوزير جبران باسيل بشكل إذا بدك صريح كامل، وأكد أنه هو بريد تأليف حكومة امبارح إذا مش أول امبارح، وفي اتفاق على حكومة الاختصاصيين، لأنه هذا الموضوع واضح جدا، ولا مرة كان في طلب للثلث الضامن أو الثلث المعطل كما أشاع عدة مرات، وحتى هو ما عنده أي ضرورة أن يكون في حدا بيمثل التيار الوطني الحر، بل أنه هذا الموضوع إذا كان عقدي هذا الموضوع بإيد رئيس الجمهورية هو بيقدر يسمي، ومع الحكومة الـ 24 اللي انطلقت الفكرة تبعيتها، وعنده مجال للتسهيل إلى الحدود القصوى، شرط أن يكون هناك اتفاق وتوافق وتشاور مع رئيس الجمهورية اللي هو الشريك الفعلي بتأليف الحكومة اللبنانية، وليس كما قيل للجانب الروسي أنه الرئيس المكلف هو الذي يؤلف ويعطي الصيغة كما هي لرئيس الجمهورية للموافقة عليها. هذا الموضوع توضح بشكل نهائي. الشيء الثاني اللي انحكى فيه مثل ما كلنا عم نسمع بالإعلام كنا بالفترة الأخيرة، إذا انحكى بال 24 وزير كحكومة مفترضة، مين بيسمي الوزيرين المسيحيين؟ الرئيس الحريري كان عم بصر على أنه هو يسميهم بدون شك. هذا الموضوع كمان ما في إمكانية أنه يتسمى من قبل الرئيس الحريري لحاله، لأنه كلياتنا بنعرف إذا بده يسمي وزير مسيحي له حق رئيس الجمهورية يسمي وزير مسلم، يعني صار بحكومتين سابقتين، يعني الوزير طارق الخطيب والوزير حسن مراد، يعني في اكزامبل صار بقى. حتى بهذا الموضوع قال الوزير باسيل كان كثير واضح، قال بصير في تفاهم او طرح من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اسمين بتم التوافق عليهم، والمجتمع المدني في منه خيارات إنسانية كتير كبيرة، ممكن يصير في اتفاق على شخصيتين يقدروا يمثلوا يكونوا من الطائفة المسيحية ويقدروا يمثلوا عمليا، وخصوصا أنه بكونوا غير حزبيين مثل غيرهم من الوزراء الآخرين. بقى هو اللي تفاجأوا في الروس أنه سمعوا وفهموا أنه لا، الوزير باسيل كتيار رئيس تيار وطني حر مع حكومة اختصاصيين، مع العلم انه كان بفضله يكون رئيس الحكومه غير كمان مستقل، يعني حكومه مستعدين بالكامل، ولكن شاءوا النواب يكلفوا الرئيس الحريري. هذا موضوع صار ورانا نحن ما نقدم لقدام، حكومه يتفق عليها الرئيسين بين بعضهم، وبده يكون في عندها برنامج واضح للاصلاحات وعلى راسه التدقيق الجنائي المالي. نقلت وكالة رويترز عن مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في منظمة الشيربا لورا روسو أن هناك شكوى قانونية مقدمة في فرنسا بشأن فساد مشتبه به في لبنان تستهدف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه وشريك له. ولفتت روسو إلى أن الشكوى التي تم تقديمها يوم الجمعة تغطي أصولا عقارية قيمتها ملايين اليورو في فرنسا.
سليمي رد على ما ذكرته الوكالة العالمية حول تملكه هو وشقيقه وأحد مساعديه عقارات في فرنسا بملايين اليورو، موضحا أنه تم شراء العقارات في فرنسا قبل توليه منصب حاكم مصر في لبنان. شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن أي محاولة للمس بالاحتياطي الإلزامي ستعرض مرتكبيها مهما على شأنهم للملاحقة الجزائية، وإذا افترض بعض هؤلاء أنه بإمكانهم التلاعب ببعض المرجعيات القضائية في الوقت الحاضر فهذا الواقع لن يستمر، وسيكون للبنان إما عاجلا أم آجلا سلطات قضائية تلاحق من يمد اليد إلى ما تبقى من مقتنيات الناس. رأى رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم أن استمرار الوضع الحالي في لبنان يجعل الحياة في هذا البلد مستحيلة. وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر قال بن جاسم: كي يخرج لبنان العزيز على قلوبنا من أزمته الراهنة فإنه لا يحتاج إلى وساطات من الخارج، بل يحتاج أن يجلس كل الأفرقاء إلى الطاولة لبحث مستقبل هذا البلد الجميل والذي كان دخل الفرد فيه في الستينات من الدول العشر الأوائل في العالم. وأضاف: لا أريد أن أخوض في الأسباب التي زجت بلبنان في هذه الأزمة لأنها معروفة للجميع، ولكن ومع فقدان أغلب اللبنانيين وخاصة الطبقة الوسطى منهم كل مدخراتهم بالإضافة إلى تدهور سعر الليرة اللبنانية، فإن استمرار هذا الوضع يجعل الحياة مستحيلة. واعتبر أن ساسة لبنان وزعماء طوائفهم بحاجة اليوم لمكان يجمعهم ويسهل عليهم الحوار فيما بينهم لعلهم يتوصلون إلى صيغة توافقية تخرجهم من هذا النهج المدمر. تراجع طفيف بأسعار المنتجات الزراعية، فما هي الأسباب وما هي العوامل التي تتحكم بأسعار الخضار؟ التفاصيل في تقرير جورج عبود. منتجات زراعية بيصعب حفظها بالبرادات، تأثرت بحظر التصدير المؤقت يلي شهده لبنان مع السعودية، وبالنتيجة تكدس الإنتاج اللبناني بالسوق المحلي، تزامناً أيضاً مع بدء المزارع بقطف مواسمه الزراعية. فهل هيدي هي الأسباب الحقيقية وراء التراجع الطفيف يلي عم بشوفه المواطن هالكم يوم بأسعار الخضار والفواكه؟ نحن بلشنا نشوف من قبل القرار السعودي أنه انخفاض بالأسعار وعلى كل المستويات، يعني شفنا أسعار الخاص، البازيلا، الفول، الخيار، البندورة، البطاطا، البصل، كل هذه المنتجات، لأنه كنا متوقعين أنه بده تطلع ونبلش ننتجها عند المزارع اللبناني ونبطل نستورد من برا، وبده تطلع بكميات كبيرة، وهذا اللي عم يصير حاليا. نحن عم نجني محصول من الساحل ومن منطقة البقاع. فرحة المواطن بانخفاض الأسعار عم تقبلها غصة عند المزارع، فللتصدير أهمية كبيرة بالنسبة للبنان. مزارع هلا ما في مثل أي مصلحة تاني، ما في يشتغل إلا بالكاش ماني، بالمصاري النقدي يلي موجودة بين إيديه، لأنه البنك حجزه على مصرياته إذا معه مصاري، كريديات لغوها، القروض المدعومة كلها راحت انتهت، الشركات اللي بتبيع المستلزمات الزراعية، الأدوية والأسمدة والبذور، ما عاد عم تدين حدا، معك نقدي بتدفع حق الغرض نقدي بتروح تستلم، ما بتدفع نقدي ما حدا بدينك لبكرة. معناتها المزارع عنه بده يخسر رصيده، بده يخسر الرسمال اللي معه، رح نفقد المزارع، ما عاد بقى حنلاقي مزارع، بدنا نصير نعتمد على استيراد كل ما نحتاج إليه من الخارج. سهل بقى سهل واسع كبير لا بلد صغير، يعني انتاجنا اكيد بصير عنا فائض، عنا فائض بصير بالتفاح، عنا فائض بالعنب، عنا فائض بالبطاطا، عنا فائض بالحمضيات، عنا فائض بالموز، عنا فائض بالمشمش، يعني تصور بده يطلع لنقول عنا 10,000 طن مشمش، بده يطلع بشهر واحد، ما في ياكلهم لبنان، مجبور انت مجبور بدك تصدر منه. من هان اهميه التصدير بتجي مش لانه طمع انه بدك انت تجيب مصاري، الغاية منه هو تصريف الانتاج. انت صحيح عم تجيب مصاري دولار، صحيح عم تربح، صحيح عم بانه البلد عم تستفاد، عم تجيب اموال صعبة ونقدي، وهذا فريش ماني، كله هذا مزبوط، بس انما الغاية منه هو تصريف الانتاج. نحن مجبورين نصدر كل سنة اكثر من 400
ألف طن من المنتجات الزراعية. كل ما صدرنا أكثر كل ما المزارع بيرتاح أكثر. مطالبة بدعم أكلاف المستلزمات الزراعية لتفادي تراجع الإنتاج الزراعي وصولاً إلى انخفاض الأسعار. وقف كل ضريبة الدعم وأترك الدعم لثلاث شغلات فقط ورخاص إني ببلاش، ما بكلفوك شيء يا معالي الوزير. ادعم بس الأسمدة والأدوية والبذور فقط لا غير في القطاع الزراعي، هودي ما بكلفوك 25 مليون دولار دعم. خففت كلفة المزارع فبالتالي شجع صار يزرع أكثر وخفت كلفة الإنتاج تبعه، صار بيعطيك منتج كتير وبسعر قليل. العين بالأيام القادمة هي على وفرة كمية إنتاج الموسم، فالإنتاج الغزير رح يكون عامل إيجابي على خفض الأسعار بالسوق اللبناني. إلى ذلك تواصل وحدات الجيش مشاركتها في عملية تنظيف ضفة بحيرة القرعون من آلاف الأسماك التي نفقت قبل أيام وتكدست على مسافة عدة كيلومترات. فاصل ونتابع النشرة. أهلا بكم من جديد. أشار رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري إلى أنه رغم كل التحسن بالوضع الوبائي في لبنان إلا أننا لازلنا في المستوى الرابع وبائيا أي الخطر. كما أكد البزري أن على المواطن أن يقتنع أنه الأساس بمواجهة كورونا، بالإضافة إلى نسبة التلقيح التي لم تصل بعد ل10% إلا أنها مؤثرة. ولفت البزري خلال حديث إذاعي إلى أن لقاح فايزر يصل بشكل دوري إلى لبنان، ولكن في شهر أيار ستنخفض النسبة قليلا لكنها مستمرة، ومن الممكن وصول كميات من هذا اللقاح عبر منصة كوفاكس. البزري تحدث أيضا عن أسترازينيكا موضحا أن هناك كمية موجودة داخل مطار بيروت بانتظار فحص الجودة النهائي من الشركة الأم، بالإضافة إلى احتمال ورود جرعات منه خلال أيام قليلة عبر كوفاكس. 55 ألف لقاح أسترازينيكا في لبنان تخضع لفحوصات مخبرية، فما هي الأسباب؟ التفاصيل في تقرير جورج عبود. بجديد النقص باللقاحات مما أجبر بعض المراكز الاعتذار من المواطنين، أوضح وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن وصول 55 ألف لقاح أسترازينيكا من المعمل بموسكو الأسبوع الماضي، ولكن وزارة الصحة ما استلمتهم بعد من الوكيل بانتظار إجراء 3 فحوصات مخبرية. فشو سبب هذا الإجراء؟ هذه الفحوصات هي بتجري بالشركة الرئيسية، يعني لصالح المكتب العلمي لشركة الأسترازينيكا. هي شركة الأسترازينيكا المكتب العلمي ساعتها، مش الوكيل المحلي. المكتب العلمي المرتبط بالشركة الأم هو اللي ببلغ وزارة الصحة انه الكواليتي كنترول تيست كلهم انعملوا، يعني اللي بنسميها نحن الجودة والنوعية، انعملت وتمت المطابقة عليها. وهيدي مش مشكلة لبنان بالبضاعة الأسترازينيكا اللي اجت من روسيا، هيدي كمان مشكلة ببعض الدول العربية الأخرى، حتى بعض الدول العربية مثل الأردن والمملكة العربية السعودية اللي هن عندهم مختبرات دوائية متطورة أكثر مننا. الكل بانتظار القرار تبع الشركة الأم بالفحوصات اللي هي بيعملوا عادة التعاقد مع شيء بيسمون independent، يعني مع مختبرات عالمية مستقلة للتأكد من الجودة والنوعية. حسن اعتبر أنه المؤشرات الإيجابية واضحة وأضاف لبنان متجه إلى المستوى الثالث من التصنيف الوبائي، فبحسب أي معطيات عم بتتم العملية. مع التحسن التدريجي والمضطرد واللي بلش يصير أوضح هلأ بانخفاض عدد الحالات، بلشنا نشوف مؤشرات وبائية أكثر طمأنينة. ومن هالمؤشرات هي عدد الإصابات الجديدة خلال أسبوعين بالمئة ألف، نسبة الفحوصات الإيجابية من نسبة الPCRات اللي بتنعمل، نسبة الوفيات على أسبوعين من خلال المئة ألف، نسبة ما يسمى امتلاء المستشفيات وغيرها، وأهم شيء هي ظهور حالات جديدة بمرحلة الأسبوعين بالمئة ألف مواطن. إذا استمر التحسن اللي عم نشوفه نحن بهالشكل، أنا برأيي تصنيف لبنان سوف يكون ينزل من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الثالثة قريبا، قد يكون خلال أسبوعين على الأكثر. هالمؤشرات هاي على إيجابيتها إن شاء الله ما تكون
دعوة لنا للتراخي، بالعكس يجب أن تكون دعوة لنا لحتى ناخذ الأمور جد أكثر، لأنه هيدي فرجتنا أنه إذا نحن أخذنا الأمور بجد واستمرينا بعملية التلقيح واستمرينا بالتباعد الاجتماعي وحافظنا على الشروط والقواعد، في إمكان أنه نستطيع أن نتغلب تدريجيا على الفيروس ونستعيد جزء من حياتنا. بانتظار نتيجة 55,000 لقاح، لبنان رح يستلم مساء اليوم أيضا شحنة مؤلفة من 130,000 لقاح أسترازينيكا من إيطاليا، بعملية يؤمل من خلالها أنه ترجع وتيرة التلقيح بزخم أكبر وأسرع. لا شك في أنه مع كل أزمة اقتصادية تظهر أعمال جديدة يستفيد منها أصحابها لم تكن لتخطر على بالهم لولا هذه الأزمة. سوق افتراضي لبيع السلع المستعملة على إنستغرام. صدق اللي قال من الأزمات بتولد الفرص. بيع الأدوات المستعملة ترند جديد يغزو شارع اللبناني وتحديداً مواقع التواصل الاجتماعي تحت قاعدة بفيد وبستفيد، بمعنى البائع بيحقق هدفه وبيحصل على المال والمشتري بيأمن حاجاته بأسعار مقبولة. هالترند الجديد فتح الباب لفرص عمل جديدة ولتحديداً لمايا وسارة وسينتيا يلي واضح إنه ما استسلموا وخلقوا من كل انتكاسة مادية فرصة. الفكرة بلشت من سنة تقريباً بس قعدت بالبيت بسبب الأوضاع الاقتصادية اللي نحن عم نعيشها. فتحت فيسبوك وشفت إنه في ناس عم بتبيع آيتمز لإلها مستعملة. بلشت بغراض من عندي، قصص مستعملة قصص لقى منهم غراض لأولادي ولقيت إقبال عليها. أنا وجوزي أشغلنا كثير تأثرت وبلشنا نعمل هيدا الشيء تنطلع أكسترا إنكم. بعدين كبر الموضوع صرنا عم ننتقل لأغراض أهالينا وأصحابنا. قررت فوت بهيدا البزنس الصغير بسبب انفجار 4 آب. فكرت أنه عندي كتير قصص كنت اشتريها. بأول فترة ترددوا بإطلاق صفحاتهم والسبب عقلية اللبناني يلي همه الوحيد البرستيج. صراحة ما توقعت اللبناني خصوص اللبناني يشتري أغراض مستعملة كونه اللبناني بحب البرستيج وشوفة الحال. الفيدباك على تياب اليوست كانت كتير منيحة كمان وكان في إقبال كتير من العالم. بطلنا زي قبل برستيج وما منلبس إلا براند يكون نيو بالتاج. أول شيء كنا خايفين من العالم ردة فعله تجاه القصص المستعملة، هو كان الخوف اللي عندهم إياه أنه يستعملوا قصص، أنه يشتروا قصص مستعملة تكون ديفكتد أو يكون بها شيء، وكمان من برستيج اللبنانية العالم ما كانت تحب هذا الشيء. الوضع كله جبرنا نوصل لهالمرحلة. ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمعيشية يلي عم بيعاني منها اللبناني بظل الانهيار الاقتصادي، وصلت نسبة الفقر ل 55%، فيما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 450,000 وهو مرشح للارتفاع، في حين وصلت نسبة البطالة ل 35% بحسب أرقام الدولية للمعلومات، ولكن من المحتمل أنه يوصل ل 65%. إذن خلي قصة مايا وسارة وسينتيا تكون خير عبرة لكل لبناني، قصة بتأكد مقولة من رحم المعاناة بيولد الأمل. فاصل جديد ونتابع النشرة. أهلا بكم من جديد. وافقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 26 أيار، كما وافقت المحكمة على مرشحين آخرين هما عبدالله سلوم عبدالله ومحمود أحمد مرعي. شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على أن حوار فيينا يجب أن يبقى في إطار الاتفاق النووي ولا يكون استفزازيا ومطولا، موضحا أن محادثات فيينا توصلت لصياغة مسودتين حتى الآن والأمر في هذه المرحلة يتطلب دقة عالية، وأكد أن سياسة إيران صارمة في إعادة الولايات المتحدة إلى التزاماتها السابقة ويجب أن تكون هذه العودة في مرحلة واحدة. وأشار إلى أن بلاده تتابع الموقف في أفغانستان، ونحن أعلننا استعدادنا للمشاركة في تسريع الحوار بين الحكومة الأفغانية والأطراف الأخرى، كما أبدأ الاستعداد لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى.
بالموازاة، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر مدير الموساد أن أمام واشنطن طريقا طويلا قبل عودتها للاتفاق النووي مع إيران. وأشار الموقع إلى أن بايدن أكد أن أمريكا ليست قريبة من العودة إلى الاتفاق النووي، بينما أكد مدير الموساد أنه سيكون من الخطأ أن تعود واشنطن إلى الاتفاق النووي دون تحسينه أولا. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.